نورنا، يمكن اتقابلنا قبل كده مره والموسم عدى بسرعه والحمد لله طالعين بكاس هو الاغلى. يمكن كان في لحظات اخفاق ولكن ربنا كرمكم بكاس هو الاغلى، وبعد كده ان شاء الله نتاهل لكاس العالم. خلينا نتكلم عن الفتره الصعبه يا ياسر. يمكن انت كلاعب صغير اول ما بتطلع وبيبقى انت طبعا طالع الفريق الاول وانت من ناشئين النادي الاهلي، وبعد كده بتتعرض لهزايم متتاليه، تالي دي بتبقى لحظات صعبه. اول ما جه كوتش يعني داني، ايه اللي حصل؟ اتكلم معاكوا ازاي وبص لك انت على المستوى الشخصي ازاي؟ هو فعلا كان الموسم بادئ معانا بدايه، يعني الاول بدانا بكاس الكؤوس في اول سيزون، وبعد كده الفتره اللي بعد كاس الكؤوس ما كانتش فتره كويسه، خسرنا السوبر الافريقي في الاول وبعد كده كاس ودوري، فكانتش البدايه احسن حاجه. بس فمستر داني جه اتكلم معانا، هو على طول كان متفرج علينا واضح يعني، عشان هو قال لنا في غلطات في كذا وكذا كذا هنشتغل عليها الفتره الجايه، هي فتره مش كبيره. غلطات زي يعني؟ يعني كان برضو يعني عبد الرحمن حميد كان بيقول لي اشتغل على بقى اخطائنا، ودي ده فكره جيد ان انت تشتغل على اخطائك، وده باي زاويه هيخليك تتقدم حتى لو ما شفتش خصمك، مجرد ان انت تشتغل على اخطائك هتتقدم. ايه الاخطاء اللي كان شايفها خاصة في الدفاع وركز عليها؟ كلمني في الفنية. هو كان بيتكلم على تحركات معينة في الدفاع، وقفات معينة، مواقف معينة في الدفاع هنشتغل عليها ازاي لو حصلت. كان بيتكلم على التفاصيل، اهم حاجة اتكلم ان التفاصيل هي اللي ممكن تكسبك ماتش او تخسرك ماتش، ودي فعلا فرقت معانا في ماتش السوبر. فالجزء ده ساعدنا جدا ان احنا لو مركزنا على التفاصيل والتحركات والحاجات دي ساعدنا ان احنا نكسب السوبر، عشان السوبر الماتشات عموما بتخلص فرق جون او بتبقى قريبة جدا. تحركات زي ايه؟ يعني يمكن كان عندنا ازمة في التصويبات اللي من 7 ومن 9، وكنا بنقابل مش بالشكل الجيد، ولو قابلنا بيحصل جبات على الدايره، تسقط الكره على الدايره ونتلقى اهداف من كده. اتكلم بقى اشتغل في ايه؟ ان وقفاتنا تبقى ازاي، سي مثلا حد قابل يبقى الناس اللي تحت بتغطيه ازاي عشان الكره ما تكملش تحته او تنزل على الدايره، كل الحاجات دي ركز عليها. الفتره كانتش كبيره، ما ساعدوش باكبر مستوى، بس في الاخر برضه هو حاول يطور على قد ما يقدر في الجزء ده. طب اهتم بالفاست بريك؟ يعني هل اهتم يعني بكل الجوانب؟ كان يعني من اهم اسلحته الفاست بريك، الموجه الاولى والثانيه والثالثه، وكان على طول الكل بيجري. هل هو مهتم بيه برضه وشايف دي مهمه؟ كان مهتم بيه، اتكلم برضه عليه في اول تمرين لينا، اتكلم ان احنا نهتم بيه، لازم نطوره برضه، لازم نظبط التحركات بتاعتنا فيه، هنجري ازاي اصلا بانهي شكل. كل الحاجات دي ساعدتنا فعلا في النهايه ان احنا مثلا ماتش السوبر المصري اللي كان هنا المستوى كان احسن، خسرنا الماتش فرق 3 في اخر الماتش، بس المستوى كان احسن. فلما خدنا فتره كمان قبل السوبر الافريقي وسافرنا المغرب عملنا معسكر فادنا جدا، كل الكلام ده ساعدنا ان احنا في السوبر الافريقي نظهر بشكل كويس ونقدر نحسم الماتش لينا يعني. صحيح.